بني آدم اللي راح التاريخ عسف راح يتذكروا السنين الآتيات أكثر ما أنه كان من أول مبادرين في تأريخ زي ما قالوا في أهلا وسهلا أهلا وسهلا. لا يعني طبعا الكل بيعرف الأخ نديم هون واللي بدي أقوله أنا أول إشي كمان هاي ازدمنوت أتشكر كل المبادرين لهذا الحفل التكريمي، الشباب وأصحاب الأخ نديم مجبور عد نسا بدي أمشوخ زمان اللي على رأس سليمان لطفي أبو ركن، موفق عزام، أخ منعم، هاني منصور، ذكروني مين بعد؟ أخ هاني مرزوق متأسف، شادي خليل، أبو توفيق أمين. طيب أبو توفيق مش عاده. إسه الحفل بده يكون إنه كلمة بدها تكون أول كلمة من الأخ منعم، بعد الكلمة بده فيها هون سيرتون على تكسير حياة الأخ نديم وفعالياته. بعد السيرتون بده يطلع هون بانيل من أقرب الشخصيات اللي رافقت نديم في حياته، منهم أخ منعم اللي بده يكون على البانيل، بده يكون الأخ أمين مقربين، أخوه صابر، أستاذ فوزات حمدان، الأخ من يركا تأخذني شو اسمه؟ علي عطلة، وإذا نسيت حدا بعد؟ بكشر لكلمة احنا اتخذنا يعني البرنامج بده يكون أقصر ما يمكن، يعني بدناش النط كمان سقع الدنيا، فالبرنامج بده يكون بس البانيل بده يكون حديث، وكلمة وحيدة بدها تكون لابنه سليم بهاي المناسبة. نقزني. فاسمحوا لنا يعني احنا عملنا هيك بخفناء انه يكون الحضور هون موجود والاخ نديم يجي ويلاقي الكل يعني كيلو الحفل كيام. فاتخيمة سفلنوت عادشي وميجيع. هاي الصورة ورجيتها لامي، امي بتكون ندى بنت بوشقيدم. اول ما رجيتها الصورة اتفرجت وتقول لي هذا البوط وهاي العصب السوداء. قصة العصب السوداء كانت كل النسوان طبعا المشايخ والكبار يمكن بيعرفوا هاي القصة، اما يمكن الشباب اغلبهم بيعرفوش هاي القصة، انه كانوا العادي يلبسوا العصبي لانه الانقاب كان خفيف والعصبي كانت تلقى انقاب العصب السوداء. فاجى على عسف يا شيخ محترم من لبنان، وبعد ما شاف هاي التفعة مخني از اخ شي رأت التفعة زوت از طوني مشيخ وبدرخ از اخ شي رأت التفعة زوت وباع بأمار مروبشو يا مخوباد ومروبش أنشيم رتصوش يتأريخ اتسيهم ببايت. אז הוא אמר, הראשונה שמסירה את הדבר הזה, נאכל ארוחת בוקר אצלה. ואז מישהי, משפחת עזם, הסירה את השחור הזה, ואז כביכול הלכו לאכול ארוחת בוקר אצלה. אז אם נתחיל את זה ברמה של שימור וברמה של העלאת הנושא של תרבות דרוזית, אני מבקש מלאך منعم لست دفرين زي كما مشبتين بنوسي واني شو مبارخة كل مرتين وتداشي قانتم از اخريها ميلاش الاخ منعم نحن نمشيخ تديون تضرب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة. نقول لكم أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بقلوبنا قبل حروفنا، بكل سعادة وبكل عزة نضيء سماء الأمل فرحة بوجود أهلنا بيننا. أسعد الله أوقاتكم بربيع الورد ونسمات الأرض الندية. أهلا وسهلا بالحضور الكرام، عدد ما غردت أطيار وعدد ما هبت أنسام وعدد نجوم السماء وأسرارها وعدد الحقول وأزهارها وعدد الصحار ورمالها. حضوركم مثل ضوء القمر، سيل المطر وفوح الزهر. أيها الحفل الكريم، ما أحسن اللقاء وأطيب الملتقى في مناسبة من مناسبات الخير والوفاء. ومناسبتنا التي نعيش لحظاتها الآن تكريم إنسان قدم خدمات جليلة ومنح الشيء الكثير من الفكر والجهد والتخليد. تتلعثم الألسنة وتتبعثر الحروف، فماذا عسانا أن نقول فيك؟ كم من صفات رسمت معالمها وشيدت صرحها من عطائك المتميز وإبداعك المبهر وشخصيتك المتزنة وسواعدك البناءة وتشجيعك الذي كان دافعا للسعي والكد لتحقيق الأفضل، وكيف لا وأنت قد كنت معطاء ومفضال. لك منا يا أبا سليم كل الثناء والتقدير. أطلب من الحضور الكريم الأخوة الأعزاء محبي وأصدقاء ورفاق درب أبا سليم نديم حمزي الوقوف إجلالا وتقديرا لشخصه الكريم والتصفيق بحرارة لما قدمه بعطائه القيم وخدمته مجتمعه قرابة 3 عقود ونيف. أرجو الجلوس. أهلا وسهلا. لك منا يا أبا سليم كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على جهودك الثمينة والقيمة من أجل الرقي بمسيرة قريتنا الغالية عسفيا. يا أبا سليم، أو كما يحبذون أصدقائك يا أبا السلم، للنجاحات أناس يقدرون معناه وللإبداع أناس يحسدونه، لذلك نقدر جهودك وتضحيتك، أنت أهل للشكر والتقدير والثناء. إلى من أعطى لعسفيا وأجزل بعطائه، إلى من سقى وروى مسيرة هذا البلد الطيب، إلى من ضحى بوقته وجهده، يا من غرست الانتماء برسالتك بفضل روحك المرحة وصفاء قلبك وعطاؤك القيم الذي هو عنوان إبداعك. نبقى مع هذا الفيلم القصير المقدم لأبا سليم، ابقوا معنا. سرتون. أبو سليم نديم حمزي ولد وترعرع في قرية عسفيا في عام 1957. تزوج من عقيلته ورفيقة دربه أم سليم بديعة أبو ركن في سنة 1980. كون أسرة من 5 أبناء وبنات: سليم، أسمى، سلمى، بسمة وهمسة. تعلم في مدارس البلدة ونبت بين أهلها شابا فاعلا ومؤثرا على محيطه وذويه.
كان دائما في الخط الأمامي في كل ما يخص شؤون بلدته بأفراحها وأطراحها، فلم تكن طريقا طويلا من هناك إلى تشييد الآلية الإعلامية الأولى والفريدة من نوعها في البلاد، وبات أبو سليم ملازما ومساهما في شتى مناسبات البلدة، قائما بهذا بعمل يجل وهو توطيد وتأريخ عسفيا ليعرف الأبناء ما قدم وعانى وجهد به الآباء. مساء الخير أبو سليم. لما عرفنا أنه في مجموعة من الشباب المخلصين بدهم يعملوا لك تكريم، قلت بيني وبين نفسي هذا الرجل يستحق ذلك بصدق. أنت رجل عظيم يا أخ نديم، إحنا منعرفك مش أقل من 20 سنة. قيمتك في البلد مش لأنك عندك كوابل البسمة، لأن اختيارك لكلمة بسمة بتدل على شخصيتك. القيمة الأكبر انك انت استغليت هذا المشروع لوحدة القرية. لا شك انك كنت حريص انك تكون انسان مخلص لكل طفل، لكل شاب، لكل صبي، لكل درزي، لكل مسيحي، لكل مسلم. هذا الشغل مش سهل، وانت ما عملته من باب الرياء، وانما اللي بيعرفك بيعرف انك انت عملته لأنك أنت رجل صادق وأنت رجل محب، ولذلك يعني تستحق فعلا التكريم. أهل بلدنا لازم يكرموك. أنت في مشروعك اللي استمريت فيه عبر كل هاي السنوات الطويلة ما خليتش شيء إلا كنت الأول والسباق، ولذلك أنا متأكد أنه عندك اليوم أرشيف كبير جداً للأحداث والحوادث الفرحة واللي مش فرحة في آسفيا. الأرشيف هذا راح يكون تأريخ عظيم لأهل بلدنا، والفضل بالذات برجع إلى الله يوفقك. أحلى الناس أنتو، صدقوني أنتو أحلى الناس. آسفيا المحبة، آسفيا الإخوة، أسف يا كل كلمة طيبة منقولها منلقيها قصيرة، منلقيها قليلة، منلقيها بتكفيش. أنتوا أحلى الناس. كم هو جميل ورائع أن نقوم بتكريم أشخاص قدموا عصارة جهودهم في سبيل خدمة بلدتهم ودفع عجلة الرقي بمجتمعهم. وكم هو رائع أيضا أن نكرمهم وهم في قمة العطاء. فالتكريم تجد ذاته ظاهرة حضارية وقوة دفع تجعل من المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما هو أيضا أمثولة للنشء الجديد الذين سيلحظون ذلك التفضيل الجميل والتكريم لجهود عظيمة ممن أعطوا الكثير من الخدمات الجليلة لمجتمعهم. ولأن التكريم يعني وضع الشخص في مكانته المناسبة لعمله وإنجازاته، ويدل على ثقافة أبناء مجتمعه، وينمو على وعي الآخر، ويدل على الاعتراف بالجهد الذي بذله المكرم حتى ساعد تكريمهم والإحساس بعطاء الآخرين. للتكريم صورا متعددة لا تقتصر فقط على إقامة مراسم الاحتفال وتكريم المحتفى به، حيث هناك الكثيرون الذين يثنون عليه وعلى جهوده وأعماله الرائعة حيال أبناء بلده ومجتمعه، وبذلك يعطيه هذا التكريم تألق أكثر وحيوية
ورغبة في تقديم الأفضل، وبهذا يجعله التكريم ينتقل من دائرة مضاءة إلى أخرى أكثر ضياء. نبقى مع الفيلم الثاني المصور. أذكر له بالخير، وهذا سيسجل في تاريخ عسفيا بسطور النبوة، أنه أثناء حرب الخليج تعطلت مدارس عسفيا، واضطررنا في المجلس المحلي، وكنت في ذلك الحين مدير حقيبة التربية والتعليم في المجلس المحلي، فطلبنا من الأخ أن نعمل بواسطة التلفزيون، بواسطة البسمة، نعمل دروس خصوصية للطلاب. وهكذا عمل نديم والطاقم اللي كان معه مشكورا عشرات الساعات بل مئات الساعات، وكلها كانت تقدم بدون اي مقابل. هذا يدل على أريحية، وهذا يدل على كرم اخلاق، وهذا يدل انه بحب هذا البلد. ابو سليم استطاع في هذه المده ان يضع عسفيا امام تاريخ عسفيا، تاريخ الطائفة الدرزية، وتاريخ إسرائيل، وذلك بواسطة توثيق كل حدث في عسفيا. كان السباق والمصور والمقابل والصحافي بصدق وبأمانة، لم يتجاوز حدوده أبدا، لم يتجاوز الخطوط الحمراء أبدا، وأنا شاهد على ذلك. وبقول لك أنك أنت بصماتك رائعة تاريخية وذهبية في تاريخ هذه البلد، وسيذكرك القريب والبعيد. بارك الله فيك، وأتمنى لك دوام العمر، ومن نجاح إلى نجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، مجرد الفكرة في تكريم أبو سليم نديم حمزي، هذه مبادرة ممتازة جدا، ويمكن نعطي هذا الإنسان قسم من حقه. إحنا من مجرد طرح الفكرة على إقامة بيت بن معروف، عرضنا عليه الفكرة، قال هذا الاستوديو مفتوح، أنا متبرع في كل شيء، وبعده ما زال متابع وملاحق موضوع بيت بن معروف. واجب علينا نكلم هذا الإنسان أنه هو يعمل عمل لم يسبق له أحد، يعني بيش إله مثيل. بيش في عنا اليوم في الأشياء اللي عم نعملها توثيق، اليوم إحنا في عنا أرشيف اللي عسفيا ما فكرت فيه ولا مرة، وبفكر لحد اليوم مش فكرين فيه. وبسليم ماخذ الموضوع على عاتقه، في حماس، في أماني، في إخلاص، وعم بعملنا أرشيف اللي كلنا يوم الأيام نحتاجه، ومش إحنا أولادنا، ومش أولادنا أولاد أولادنا. وأنا بتأكد كمان 100% من كل أهل عسفيا بشعروا أنه مدونين لهذا الإنسان، يمكن بالتكريم نعطيه قسم صغير من حقه. أن هذا الإنسان الذي بنى وعمل وفكر وجلّ واجتهد على أساس بناء بلد من خلال الكاميرا، وبناء بلد من خلال الشاشة، وبناء فكر جديد يطرح لكل عائلة ويدخل لكل بيت، فأنا باسم أهل عسفيا كاملة أقول شكرا لك يا أبو سليم. شكرا لسليم، شكرا لكم على توثيق التاريخ الحقيقي لهذه البلد، شكرا لكم على هذا المسار، على هذا العطاء من أجل عسفيا. فنحن الأسفويين ونحن أهل البلد هذه نقول لك نحن بحاجة لهذه المحطة كي تستمر وكي تتوسع
ليكن هذا تفكير جدي كي تدخل إلى كل بيت في هذه القرية. بلا شك الأخ أبو سليم نديم يستحق كل الكرامة والاحترام والتقدير. هذا الشخص الذي تعرفت عليه منذ عام 2003 قدم الكثير لعسفيا من خلال الإعلام المرئي، وأدخل العديد من البرامج العلمية والتربوية والثقافية والسياسية. فأنا أذكر أن الأخ أبو سليم يعني أدخل نهجا ديمقراطيا في الحوار السياسي والاجتماعي في عسفيا، وأدخل التوعية، وكذلك شجع المدارس من خلال عرض برامج المدارس وأعمال المدارس. وله الفضل الكبير، لأن التربية والتعليم من أهم الأمور التي تقدم المجتمع في كل مكان، وكذلك الحوار السياسي يدخل عادة التفاهم والمحبة بين الناس، وكذلك إدراج المواضيع المهمة في حياة المواطن. نحن لا نستطيع في دقيقتين أن نذكر كل مناقب الأخ أبو سليم الحميدة والطيبة. أنا أعتز به بشكل شخصي، أتمنى له العمر المديد، الصحة والعافية، وأن يستمر في العطاء. وهذا التكريم هي شهادة شرف وتقدير لنا كمواطنين في الكرمل. وفق الله القيمين على ذلك، وأدام أبو سليم وأدام الخير والتسامح والمحبة والعطاء. الأمور اللي أبو سليم حط إيده فيها، يعني زي لما واكب مسيرة مكابي عسفيا في الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى، بس أبو سليم خلى كل عسفيا تصير مكابي عسفيا. فهذا حدث مش هوين انه انت تجيب كل عسفيا تجندها لقضية مكابي عسفيا، يعني خلى كل عسفيا تعرف انه في مسرح في عسفيا، في فرقة دبكة في عسفيا. احنا ذكرنا ابو سليم لما كان في عيد الاضحى، لما كان لما جاب مثلا الحدة وعمل احتفالات، خلى رونق ثاني لعيد الاضحى. يعني كان عيد الاضحى مش بس انه الناس تعيد على بعضها، عسفيا كلها أبو سليم جمعها في صف سحجي واحد. وهذا هاي أمور اللي بتكون إنسان عنده قدرات وعنده تفكير واسع كيف إنه يجمع كل هاي الناس مع بعضها مشان يكون في محبة وإلفة بين أهل عسفيا. فكل احترام يعني أبو سليم، الشغل اللي عمله أبو سليم بيستحق عليه التقدير وكل احترام. العطاء عندك نهر لا يتوقف وبحر لا ينضب، عطاؤك أن تفرح بفرح من حولك لما قدمته لهم. فعطاؤك صادق، لأنه حينما يعطي المرء دون أن يشعر إنه مرغم على ذلك يكون عطاؤه صادق. إن التفوق الصحفي يعني قبل أي شيء امتلاك ناحية الثقافة وأدواتها والمداخل السليمة للمعرفة والنهل من كل المصادر القريبة والبعيدة. التفوق الصحفي يعني الانفتاح الذهني والقدرة على التعامل مع الجميع دون التخلي عن الجذور الضاربة في عمق أعماق الفضائل. تكريمك تقديرا لجهودك الإعلامية والتي تجلت بتغطيتك المتميزة والخلاقة لكل ما يدور في عسفيا، حيث كنت الصورة الأولى التي دخلت كل البيوت حريصا على نقل الحقيقة، الجزء والقسم الثاني من الفيلم المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ نديم أول شيء أخ صديق حبيب،
الأخ نديم يعني بمية البرامج اللي قدمها في عسفيا فيش ولا أي محطة بتقدر تقدم هاي البرامج، لأنه كل حياته هو يعطي. وأخ نديم له فضل كبير خاصة علي أنا كمان، يعني مش خاصة إلي، أنه نديم صار له أكثر من 20 سنة مرافقنا، يعني بوجود قديش سعدنا يعني بالنسبة لبنتي، وقديش طل علينا وقديش افضل علينا. بعدين يعني البسمة اللي بقعد قبل البسمة بشعر أنه محطة من أحسن محطات يمكن موجودة في إسرائيل. بعدين نديم يعني الفكرة اللي عنده والأفكار اللي عنده موجودة، يمكن فيش يعني ناس كثير اللي بتقدرش تكون زيه. بعدين أم سليم كمان أنا بعرف هي كمان بتساعده كثير، كمان إلى فضل كثير كثير. يعني شو بدأ يعني شو بدي أحكي عن نديم، بدلك مقصر مين ما تقعد معاه بقول لك نديم يعني نبع من العقل اللي عنده يعني، والبرامج الحلوة اللي بيقدمها يعني. وهذا زي بقول احنا اللي بنقدر يعني نذكره للأخ نديم محترم وعلى مستوى. سليم من الشباب الطيبة في البلد، أبو سليم معروف في مواقفه المشرفة، كان يثبت في التصوير إنه إحنا نقدر نساعد عائلات مسطورة في البلد بدون طبعاً بدون مقابل، وأي مناسبة اللي كان فيها مساعدة لأي عائلة محتاجة أو أي ناس محتاجة أو أي مجتمع كان أبو سليم له سباق في المواقف. أبو سليم كان يعطي مثلاً، خلينا نعطي في الانتخابات، أعطى هدوء تام في البلد، فحق أبو سليم لازم نعطيه هذا الحق. فأنا بتمنى له العمر المديد والصحة والعافية والابتسامة، وإن شاء الله بضله في هالبلد منور، وتلفزيون البسمة كمان منور، لأنه بيستاهل أبو سليم كل خير. أنا بتذكر الأخ أبو سليم لما بلشنا نلعب فوتبول وإحنا صغار، يعني في جيل 16-17، وكان ياخذنا وياخذ يصور في الكاميرا كل الالعاب، وهي الشيء اعطى رونق لعسفيا ولكل سكان عسفيا من جميع الطوائف والاديان، وقرب الفوتبول للبيت لكل مشاهد في عسفيا. وهي كانت الى احد المجالات اللي دفعت فريق مكابي عسفيا في الماضي الى انتصارات، و كل اسمي كانت تحكي فوتبول. انا كمان عشرت ابو سليم في المعارك السياسيه، واكيد وجود ابو سليم في المعارك السياسيه في الانتخابات فيها كمان اعطت الناخب واعطت المرشحين فرصه انه يبعث شو عنده وشو بيامن لاهل عسفي عن طريق الكاميرا بدون محاربات بدون مزعلات. وعشان هيك احنا بنشوف انه عسفيا تختلف عن كل عن جميع البلاد في اسرائيل. فيش حزازات في الانتخابات، هي يوم واحد وثاني يوم احنا اهل عسفيا كلياتنا بناكل على طبق واحد. وان شاء الله انك تكمل في هاي الطريق، كمان تفاجئنا في اشياء اللي ما كناش نشوفها، وانت السباق واحنا بنمشي وراك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أبلش كلامي أول إشي في الشكر للناس اللي قاموا في هذا التكريم لأخونا وجارنا أبو سليم نديم، لأنه أبو سليم نديم المضبوط بالنسبة إلي هو جار وأخ، وبيستحق التكريم كمان على صعيد البلد في الطريق اللي مشاها في حياته من خلال المحطة الداخلية. هو قرب بين الناس في برامجه في طريقته، وهاي الطريق بيستحق عليها التكريم وكل الاحترام. نحن نتمنى له دوام الصحة والنجاح، ونقول لك يا أبو سليم إن شاء الله تظلك قادر إنك تعطي مجتمعك، وأنا فيش عندي شك إنك أنت قد الحملة. الله يعطيك الصحة ويوفقك. سليم إخوان حسب رأيي هو إنسان اللي له فضل كبير على عسفيا. فضله بيدل على التاريخ اللي هو عم يعني بيجمعه من سنوات الثمانين ولحد اليوم.
بفكر انه هذا اشي اللي كل اولادنا واولاد اولادنا بكره بده يتعلموا تاريخ عن المجتمع اللي ابو سليم تعيدته من سنه لسنه وعمله بشكل اللي اذا احنا بننتبه ابو سليم كان عند الكبير وكان عند الصغير، كان في الفرح وكان في الكره، كان في كل مناسبه تقريبا. وهذا اشي اذا بدل على حبه لمجتمعه، حبه لبلده، حبه لاهله. وانا اللي بعرف ابو سليم نديم بشكل شخصي بقول لكم هذا انسان اللي حسب رايي قلال اللي زيه. فبتسمحوا لي هون اتوجه لابو سليم شخصيا واقول له ابو سليم انت بالفعل ناخس لعسفيا، الله يخلي لنا اياك، الله يهدي بالك، وان شاء الله انه الله يمد في عمرك واللي زيك وامثالك يكونوا كثار في البلد، لانك انت بالفعل انسان اللي لك فضل كبير على عسفيا وتاريخها. هذا مش اشي بسيط، الله يخلي لنا اياك. يا أبو السلم، أعطيت فتسامى عطاؤك الإعلام حتى اصطفت عبارات الشكر أمام ذلك النهر المتدفق من العطاء، ولا نملك إلا أن نقول لك جزاك الله خيرا. دائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ربما لأنها تشعرنا دائما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه السطور. أدعو الأخوة علي عطلة، الأخ أبو أحمد شكيب علو، الأخ أبو توفيق من زير الدين، الأخ صابر حمزي إلى المنصة للحوار. أهلا وسهلا بالجميع. هي. بانيل أخوة رفاق درب أصدقاء اللي عمليا جسدوا وواكبوا محطات في حياة الأخ أبو سليم، تكاتفوا تآزروا معاه، لابد أن نسجلوا للذاكرة ووثقوا نوع من الدعابة والمزاح والذكريات الحلوة. سوف نجري معهم لقاء قصير نطرح عليهم بعض الأسئلة. أخ أبو أحمد، نديم حمزي ماذا يعني لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسيكم بالخير الجميع. الأخ أبو سليم هو بمثابة أخ. رفع الصوت بس شوي، إذا صوتك مقارنة مع صوتي بنطلع نحدي بعدين أنا وياك. يلا منيح. الأخ أبو سليم زي ما أنا ذكرت هو أخ، هو مش صديق. إذا أنا بقول يعني بقولها بكل صدق وأماني وهو بيقدر يشهد على هذا. نديم فروع من فروع عسفيا. عسفيا هي بمثابة شجرة عريقة، ونديم هو أحد الفروع العريقة في هذا البلد. اللي عمله الأخ أبو سليم، اللي وثقه، الأرشيف اللي عمله زي ما ذكروا الإخوان هوني، راح يعلمنا، راح يعطينا كثير. والأخ أبو سليم بيستحق كل تكريم، ويعطيك العافية أبو سليم. في حادثة بتحب تحدثنا إياها بينك وبين أبو سليم صايري، أو أنت كنت شريك فيها أو كنت شاهد عليها، من نوع أو من باب الدعابة وباب المزح؟ طبعا في عدة حوادث مع أبو سليم. أبو سليم قلت لك إحنا إذا منلتقيش منلتقي يمكن مرتين في اليوم. عشان هيك صعب هسه احدد لك بالضبط، بل عنا احنا دائما اللقاءات. حتى لو تكون مارق على الشارع وما ميلش لعندي بالتلفون له بقول له ليه ما ميلتش؟
يا بيرجع لعندي يا بعاود بيجي المغربيات. وعشان هيك ابو سليم قلت لك اخ، وكل يوم احنا بنلتقي مع بعضنا. ليس صدفه كان البرنامج بسمه من ذهب. مشكور. اخ علي عطا الله، ابو فؤاد مساء الخير. مساء الخيرات، مساء الخيرات للجميع. يا هلا بيركا واهلا وسهلا بالجميع. نعم نعم. نديم حمزي ماذا يعني لك؟ نديم حمزي اخ، اول شيء انا مفتاع زي لو بخط من ابو سليم. الفرق بينه وبينه انا ببكيش بس بك، وترجشت معه كثير. يا الفلفل الحراق طبعا بخليش الواحد يبكي. شوف نعم ابو سليم صاحبه اكثر من 20 سنه، 25 نطلع بنسى بعد شوي. اخ وصديق، انا بعتز وبفتخر في صحبته لابو سليم. ابو سليم معروف، يمكن اللي انا لمسته فيه كل هاي سنين حبه لبلده، حبه لاهله، حبه لعيلته، حبه لاصحابه، اخلاصه لاصحابه، اخلاصه لبلده. هاي الميزه مش في كل شخص. صعب تلتقى في اشخاص كثير فيها هاي الميزه، معني مش شافك عم تضحك بسادر بس انا شايف عينيك. احنا خصوصا حاطين لك الضيف عينيك. لا عشان لا تترجش. عظيم. عن جد مترجش كثير. زي ما قلت لكم ابو سليم مش صدفة صحبة اكثر من 20 سنة. مجرب في السراء والضراء ولتعريج جهتين كانوا عندي، وهذا اشي عن جد بفتخر فيه وبفتخر وبرفع راسي انه عندي صديق زي ابو سليم. بارك الله فيك. اخ صابر، يعني تحول الميكروفون هيك على السريع للاخ صابر. انك انت ضيف عينيك وانا اخ صابر. انا باخذ فينجر. خليك للاخر ابو توفيق. ابو حمزه. اي نعم. نبدا شويه ذكريات الطفوله بينك وبين ابو سليم. اول شيء مساء الخير للجميع. إذا بتسمحوا لي بحضر كلمة هيك، أنا عرفت في المبادرة الحلوة هاي بس جديد يعني اليوم، واليوم كتبت كلمة مجبور أقرأها لأنه يمكن صعب أعبر عن شعوري، بس بدكم تسمحوا لي. يمكن الميكروفون والمنصة تحت تصرفك، تفضل. فضل ابو حمزه. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لجميع الحضور الكريم. اخي وحبيبي ابو سليم نديم سليم حمزه الطيب الحنون المعطاء الذي ارى فيه المثل الاعلى. نديم صاحب هذا البلد الطيب الذي رافقها منذ عشرات السنين في كل مناسباتها. لقد عمل جاهدا في الاعلام عن طريق تلفزيون البسمه، من خلالها ادخل البسمه لقلوب الناس اجمعين في هذا البلد. كان السباق لكل حدث، ومن ميزاته الخاصة لقد عمل في جميع التبرعات لكل من قصده في جميع المجالات على جميع سكان هذا البلد وعلى مختلف طوائفها وكذلك خارج البلد. ملاحظة قصيرة، إن أخي نديم لم يكن لديه أي تحيز إن كان على مستوى السياسة، وبتأمل تعرفوا شو عم بقصد، لأي فرد من أفراد هذه البلدة الحبيبة عسفيا، لأن كل واحد منها كان يريد أن يمثل هذا البلد بأمانة وأخلاص، يعني وإخلاص يعني المرشحين. وأخي قام بنزاهة وشفافية وإخلاص أمام كل المرشحين فيها، والدليل على ذلك كل من قام بترشيح نفسه للمجلس كان له دور في تلفزيون البسمة ليطلع ما عنده من مشاريع لسكان هذا البلد، وهو الوسيلة الوحيدة التي منها ومن طريقها كان من الممكن أن يصل إلى الهدف المنشود. وأنا شخصيا أعرف نزاهة أخي أبو سليم نديم في هذا الموضوع. إذا أردنا أن نعرف القليل من أعماله المشرفة والتي كل عسف يفتخر بها في الأعياد، وكما رأينا في على الشاشة، وبدأ أختصر
إنسان مثل أخي، وبتواضع أقول أنه يستحق التقدير والشكر والامتنان على كل ما فعل وكثير ما فعل، والله يمد في عمره ويعطي كل ما عنده ليبقى رمزا للمعطاء لهذا البلد الحبيب. احترت هل أصفك بالملاك ويتهموني الناس بالمبالغة، أم أصفك بالكامل بحجة أنه لا يوجد أحد كامل في هذه الدنيا سوى الله عز وجل، ولكنني أراك كما أريد فأصفك كما أريد، وشكرا لكم. يعني قبل ما تسلم الميكروفون أبو حمزة، لابد يعني أنه ذاكرة لن تنساها من الطفولة بينك وبين مسلم، خرفية حدثية زي ما قال الأخ موفق، حدثية مش خرفية. تفضل. بصراحة أسا شفت صورة وأنا ألعب أنا وياه وإحنا صغار شيش بيش كان يغلبني كنت أضربه، كان يغلبني كان يضربني، يعني مش عارفين مين غالب مين مغلوب. الله يوفقك ويخلينا إياك يا أبو سليم. بارك الله فيك أبو توفيق. يعني مش راح أسألك أول شيء مباشرة يعني ماذا يعني لك نديم، يعني بدي أعطيك الميكروفون، يعني مش راح أسأل. بقدر أوقف؟ بتقدر توقف معلوم. بقول لك أنا لما يعني أحكي وأنا قاعد بقصف قلبي من جوا. أول شيء مساء الخير. أول شيء أبو سليم وطبعا نسيبي وخالي ولادي، هذا إشي بشرفني جدا، ولكن مش هذا موضوعنا اليوم. الأخ أبو سليم غني عن التعريف، كل اللي شفناه في الفيلم وكل اللي انقال وكل عسفية بتعرفوه، أما في أشياء ما حدا بيعرفها. هذا اللي بدنا نعرف كل شغلة وسرها. تركوني من الجد وخلينا شوي نعدل الدموع ونقلبها لشوية. يعني لو سألتك بتوفيق بحياة دينك برنامج لغز البسمة ذكره؟ طبعا. حدثنا شو هذا برنامج لغز البسمة؟ طلع لغز البسمة كان عبارة عن اشراك أكبر عدد من المشاهدين في التلفزيون، يكون يعني التلفزيون فعال في المجتمع، مش اقعد احضر فيلم او مش عارف شو. وهذا فعلا كانت الفكره تبعت ابو سليم، انه قديش ناس تتصل وقديش ناس تشارك وقديش البسمه تكون في كل صالون في كل بيت ويكون حديث الساعه. نعم. وفعلا من خلال لغز البسمه احنا نجحنا. بعدين على قضيه لغز البسمه، كنا مرة قاعدين في الليل، أنا هلا بدي أعرفها اللي اتصلت من رأس علي تحديدا. قبل رأس علي، هي هاي المصيبة رأس علي. أما كنا قاعدين في الليل عم نحضر للإل بي سي، وكان في برنامج كمان فيه إشراك مشاهدين. هلو مرحبا، قال أهلين يا أختي، بتحكي معك نادية من أستراليا. يا الله من أستراليا، ولك عم بيحكي من أستراليا. الأخ عبد الله من كندا، الاخ مش عارف مين من فنزويلا. قال لي نديم يا زلمه موصل احنا في تلفزيون البسمه يحكي معنا عالم هيك؟ ها. قال لي طلع بكره انا بدي اعلي البث، انا بكره بدي اوصل اخر اسرائيل. حلو. والله رن التلفون، معنا اتصال الشر من القزاز، فات الاتصال. مساء الخير، مين معنا؟ قال معي ام محمد من راس علي. ها. صار نديم موت. تفرقين تفرقين. قلت له لمين بدي فرقين؟ قال لي راس علي. وصلنا راس علي، انا شو فكرت راس علي وراس النقورة حط بعض، شو ضارب من راس علي. هنيئا لكم يا اهل راس علي، يشرفنا ان نزور بيوتكم، وطئتم اهلا وقدمتم سهلا. يا عم وصلنا راس علي الحمد لله خلص. طيب الاتصال الثاني من راس علي، مين معي؟ معك ام احمد. قلت تفضلي خيطان. قال بدي احل اللغز يا استاذ. قلنا له تفضلي. قبل ما تجاوبي جوابي غلط. قلت له غلط، شو ما بتحكي غلط، بعدنا اول حلقه وفيش ربع غسالي.
أما إذا بطلب منك طلب وبتلبي لنا إياته إلك مطنة، أنا جايب لك إياه على رأس علي. قالت تفضل، قلت لها غني لنا أعطني الناية وغني لفيروز. أم أحمد، فهي أم أحمد هي جروشي، ما قالت أعطني، نزلت تحت الطاولة. نرجو من جميع المشاهدين إخراج الكمامات من الخزائن لأن صدام سيقصف بالكيماوي. هذيك عم بتغني، طلع وشو حالي. المهم نخرج لفترة استراحة قصيرة ومن بعدها نتابع. فيش حدا، نديم مش غاد، فيش حدا في الأولبان، أنا لحالي. قلت لهم علم الله يا مشاهدين الكرام اليوم ماخذين البرنامج مقاولي، يلا هاتوا. بارك الله فيك. بس قبل ما تخلص بدي اذكرك في شغله بعد. في على البسمه كان في دعايات، وفي دعايات اللي خلدها التاريخ، يعني اجوا ناس وعملوا دعايه تجاريه. احكي لنا عن واحده من الدعايات هاي. قبل بس الدعايه، انا انكرت عدة مرات من البسمة، والله تشرشحت، يعني كرتني فوق 90,000 مرة. في مرة منهم اجيت لعنده قال بقول لي انه بده يوثق وبده دايما بدنا احنا نشرك البسمة اكثر، يكون في كل محل، كل اشي في البلد بتحرك البسمة تكون السباقة. قلت له في، قال لي شو؟ قلت له لو مات نجيب الخضوري. قال لي طيب، قلت له يبدأ بث انه، قال لي اكتب لي اياها، مسكت ورقه وقلم كتبت له انتقل الى رحمته تعالى السيد ابو علي نجيب حلبي من قريه عزفيا، وشو يشجع الساعه الرابعه بعد الظهر. قال لي حلو، فتح مشاهدينا الكرام انتقل الى رحمته تعالى السيد ابو علي نجيب حلبي من قريه عزفيا وسيشجع وسيشجع. سكرت واحد ولا بقول انت مين كتب لك اياها؟ قلت له كتبتها قدامك. قال لي طب اطلع من هنا. انا قلت له خليني اقولها انا. قال لي لا، التلفزيون تلفزيوني وانا بدي بث. قلت له بصدر بث. كرتني طلعت لبرا، انا فتح الخط ولا بقول انتقل الى رحمته تعالى صباح اليوم السيد ابو علي نجيب حلبي من قريه عسفية والشيء سيشجع. طلعوا مات الخضوري ودفن الساعة 4. والدعاية والدعاية. طبعا في كثير حوادث وكثير أشياء وكثير إشي ببسط وإشي بزعل. إجا لعنده شاب من الدالي، هذا مسكين نخي اسمه منذر، المصور منذر، المصور منذر. قال له خي أبو سليم أنا بدي أعمل دعاية، انا مصور واشتريت كاميرا جي في سيز جديده وبدي اصور. قال له طيب، اما يعني اذا في ايتام في عسفيا احنا بنصور لهم ببلاش. قال له خلص اتكلنا على قد بدك. قال له كذا، والله فاتحين التلفزيون ولا ابو سليم منذر منذر تصوير جميع المناسبات للأيتام مجانا، إذا كنت يتيما اتصل بمنذر منذر يصورك ببلاش. منذر منذر للأيتام، منذر منذر للعائلات الفكر. شكرا لكم. شكرا لكم. نشكر أعضاء البانل، نشكر أبو توفيق على هاي الروح الطيبة. شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا. دمت ذخرا وحللت في الآفاق فخرا، سلمت يمينك على ما بذلت من سهر، وقرت عيونك فيما أعطيت من جوهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى، لأننا مهما فعلنا لن نجزيك من حقك جزاء. يا طيب لي أن أدعو الأخ سليم نديم حمزي إلى المنصة ليلقي كلمته في هذا السياق. أول إشي مساء الخير للجميع، بشرفني وجود كل واحد من الموجودين هون،
بحب أقول لكم شكرا كثير فضلتوا علينا. قالوا مترقيش عمي علي أبو فؤاد، قال مترقيش. أنا نزلت دمعتي وأقول له أبو سلم إلي الشرف إنه دمعتي تنزل في حفل تكريم لأبوي. بتمنى لكل واحد بحبه شوي شوي يحس شوي من شو أنا حسيت اليوم. بدي أشكر الشباب اللي قاموا في هذا البرنامج، طلبوا مني وشددوا إني ما أذكرش أسميهن. شكرا كثير لكم من نص قلبي، افضلتوا علينا. ويعني كده أقول لكم بوسليم عقد ما أعطى كثير وعقد ما عمل كثير، زي اللي كان حاسس إنه في نوع من العتب، يمكن هاي أول مرة أنا بحكيها وبعرفش إذا لازم أحكيها، أما زي اللي كان في حاجة لهالموضوع. فأنتوا غمرتونا، ويخلي لنا إياكم وإن شاء الله تظلكوا في صحتكم، وإن شاء الله بتوصلوا لوضع إنه الله يقدر عليكم ويجوا شباب صغار أصغر منكم في العمر يكونوا كبار في القدر زيكم ويعملوا لكم تكريم لأنكم أنتوا بتستاهلوا بس للنظرة. أبي وحبيبي وزميلي وصديقي أبو سليم، بداية أخاطبك كابنك الذي استوحى منك بأن الحياة هي مسيرة عطاء وعمل وتفاني لا تتوقف. إذ كنت أنت المرشد إلى أن الطريق القويم هو بالإنتاج المقرون دوما بالمحبة والمبادئ، وقد كانت روحية عملك هي المناخ الدائم بالنسبة لبيتنا، فنعم النموذج أنت. لعل من أروع ما غرست بي هو الوقوف عند دقائق الأمور وإعطاء أهمية كافية إلى كل صغيرة وكبيرة، إذ كل حدث بالنسبة إليك يقوم في عسفيا هو مركزي وبذات الثقل الذي يحظى به غيري. إن مسيرة الحياة التي استوفيتها منك هي المحبة، وأن أبقى دوما على مسافة واحدة من كل الناس، مخلصا وفيا إلى كل أصدقائي وناسي، كما ولمست منك البيت الواسع والشعور بهم الناس قلقها وأمالها. بإذنكم سأعرض وإياكم محطات أبو سليم، فأروي كزميله أيضا جل ثنايا مسيرته الطويلة المدى، تاركا المشقات والانعكاسات لوحي خيالكم ومعرفتكم. كانت نقطة الانطلاقة المهنية من خلال فريق مكابي عسفيا الذي جسد الوحدة والإخاء واللحمة الاجتماعية العسفوية، فكان أبو سليم المحور الأساس لإنعاش وبلورة الفريق، وبعمله أوصل صداه إلى قلوب وعقول العسفويين، كيف لا وهو من كان من الشباب الطلائعيين في كل إنتاج تربوي. منذ مطلع الثمانينات أسس لحياة إعلامية مساهمة وفاعلة في الحياة العامة من خلال تغيير المناسبات الاجتماعية والتربوية إلى حدث جماعي حاضن وجامع لكافة العسفويين. فهكذا كان مع عيد الأضحى وعيد الميلاد الذي بفضله جعل لهم نقطة تلاقي عند كافة العسفويين من خلال برامجه التي دخلت إلى قلوب الجميع، مشركا بمعظمها جوائز عديدة وعديدة وعديدة، نكتفي منها بذكر 16 سيارة في عسفيا. كما وأخذ على عاتقه منذ البداية تخليد المناسبات والمحطات الاجتماعية من أفراح وأطراح، فكان ملازما مرادفا لكل حدث، واضعا بهذا قناة يمتزج بها الماضي والحاضر، ويقف الأبناء عند تراث أبائهم وأجدادهم والنواة التي نشأوا بها. بهذا عطاء قل ما له مثيل أنتج أبو سليم برامج ترفيهية واجتماعية وسياسية دخلت وأدخلت البسمة إلى كل بيت،
كالكاميرا الخفية، لغز البسمة، الحكي بناتنا، بسمة من ذهب، بسمة العيد وأحلى الناس. حتى باتت البسمة عنصرا تربويا فعالا وبامتياز، كما وعرفت عسفيا محطات استثنائية من فترات انتخابية كان يعمل من خلالها على إسماع أصوات الجميع واقفا على مسافة واحدة من كل الشرائح السياسية، وكذلك زيارات تاريخية وحوادث طبيعية ومسائل اجتماعية كان أبو سليم مساهما أساسيا على إنجاحها، كجمع التبرعات لشخصيات وجمعيات ومؤسسات مختلفة وبعد. فطبعا من قدم هذا أصبح العنوان لكل نخبة تريد أن تقدم لمجتمعها فهو أهلا ويستحق التكريم. نهاية أتمنى لك دوام الصحة والقوة والعطاء، إن شاء الله تظلك في صحتك وتظلك تاج فوق رأسي أنا، وبتمنى لحالي قبل ما أتمنى لك إنه ربنا يطمني ولد عشان يحمل اسمك. نشكر الأخ سليم على هذه الكلمة من القلب. أبو السلم، اسمح لي أخي نديم أن أدعوك إلى المنصة. تفضل. معلوم. قبل أن أسلم لك الميكروفون يا أخواني، اليوم العالمي لمنع التدخين، أنا شايف اليوم للتدخين. شو صار؟ شو السر؟ قبل أن أسلمك الميكروفون أبا سليم، بودي أن أتحاور وإياك في حوار من القلب إلى القلب، أسئلة جريئة للتعرف على جانب جميل من حياتك. دعونا إخوتي نذهب في رحلة لطيفة، محطات جريئة. أوصف طفولتك بجملة واحدة. إخوان، أنا بعرف إنه بدك تبدأ تحكي إسا عن ال. طول بالك. يا. يعني أنا متأثر مش كلمة يعني. متراجعش مش كلمة. أوصف لكم بالضبط شو أنا حاسس، هذا هو العطاء. لما بتعطي ربنا سبحانه في ملكه إلا ما يلاقي محترمين وأهل بلد وأوادم زي أفضالك يا كريم. فأنا من هون بقول محبتكم إلي هاي هي محبتي إلكم، واللي صاحبين هاي المبادرة أنا مدينا لكم، لانه انتم كمان ان شاء الله يخليكم توصلوا لوضع تحسوا اللي انا حاسه هسه. انا لابني سليم ليش كل يا زلمه انا اخواني يمكن عم بحكي هيك، انا ما عرفتش، ما بحياتي خبيت على ابني اشي ولا اشي، انا وياته اخوي اصحاب جيران، يعني أنا كثير أعذروني أما لازم إحنا نكون كمان، بسمحوا لي بدي أوقف يعني شوي هيك. أنا بدي أقول لكم كلمة هيك إسا مشان نغير اللي بنعمله في الناس بتعملوه فينا. يعني أنا مرقت محطات كثير وكثير تأثرت من خلال كمرتي ومن خلال اللقاءات ومن خلال الأعياد والمناسبات،
زي هاي اللحظة مرتش عليه في التاريخ. بقولكم شكرا، شكرا كثير للكل الموجودين هون. بس الله، الله سبحانه في ملكه يعطيني أقدر أرد لكم ولو إنه إشي بسيط من اللي أنا حاسس فيه إسا. إخوتي علي ومعذة من كسرى، أهلا وسهلا فيكم. فؤاد إخوتي من فؤاد وعلي وكل الحضور هون، كثير 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 ممنون. كمان مرة تأخذونيش إذا أنا شوي متأثر. إن شاء الله يا رب الله يطعمكم كمان مرة، هذا الشعور اللي أنا حاسس فيه. تفضل منك. يعني أنا ما بدي أخفف عنك، أنا حاسس فيك يعني ك من باب الزمالي، احنا زمالي مش يوم ويومين. قلة قتل أكلنا في الناصري وهون وهون. في عدة أسئلة بدنا نطرحها عليك أبو سليم، يا ريت الاختصار فيها والتدقيق. طبعا أنت إلك الحق تفكر قبل ما تجاوب. أوصف طفولتك بجملة واحدة. على فكرة أصعب سؤال يسأل الإنسان عن طفولته. زلمة أنا فكرك أنت إذا بتاخذني على الطفولة إسا. أبى أقولوا للجمهور بلكي ما كانش طفل. لا والله كنت طفل وكنت كنت أبكي كثير كمان، لما خاصة خليفي حسون. وين خليفي؟ كان ما يقول له عمي جهاد خليفي إلا هو سبحان الذي خلقه سبحان المعطي. يعني طفولتك خليفي. هذا اللي فهمناه يعني. طالما من وراء الإجابة في بسمة معناته الإجابة مقبولة. ما هي أجمل هدية تلقيتها ولن تنساها لليوم؟ قداحة، أما قصة القداحة قصة يمكن قسم كبير بعرفها. قداحة كنت خاطب، خطيبتي هدتني قداحة مع مخزيك مفتحوت قلب هيك تعرف زي الشباب. خدت دورت السيارة وطلعت فيها، خدت سبيشل على عكا، فت على عكا على البنيان غاد مع اللي ماخذ سبيشل، ضربوني على راسي. بحمدان تذكرها القصة. القداحة هاي وقعت، انا رحت على البوليس، البوليس تعرف زي عود عربية خاد يعني شيء. بس اجا شاب من يركا اقرع من دار بوريش يمكن مربي شوارب قبضاي شيخ محترم الله يكثر من امثاله. قال لي انت منين؟ قلت له انا من اسفيا. قال لي انت درزي؟ قلت له اه. قال لي شو مالك؟ قلت له هيك. اخذني الساعة واحدة في الليل على عكا ونكروا الجماعة اللي كانوا موجودين غادي انه هني ضربوني. تلقيني القداحة، هاي هدية ما انساهاش. هو جميل جدا. من هو اكثر شخص تفكر فيه؟ ابني. من تختار ليمسح دموعك؟ مرتي بتنشك. صح. رقمك المفضل؟ بما اني خلقت 19 9 يلا بدي اقول لك 9 عدد نسوان ابليس. اعتذار تريد ان تقدمه لمن؟ للي زعلان مني. جميل. انا فرصة بناشد اهل اسفيا، في واحد شخص زعلان مني كثير وصدقوني انا مش محقوق، بقوله على الملا ومستعد اروح اقدم له اعتذار كمان. كل احترام، هاي مبادره يعني حقيقه مبادره تستحق التصفيق. دعوه صادقه من اعماق قلبك لمن تهديها؟ باي مناسبه؟ كل مناسبه. دعوه، مش فاهم السؤال. دعوه صادقه قلبيه لمن تهديها هذه الدعوه؟ أدى يعني لواحد. بجاه الحضور الكريم وبجاه ربنا سبحانه في ملكه الله يطعم لي ابن ولد إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. سؤالين ظلوا، باقت شوك لمن تهديها؟ ولا لحد. وباقت ورد لمن تهديها؟ لمرتي وبناتي. بارك الله فيك. تكريمك يا أبا سليم هو تكريم لقضايا الجمهور العسفاوي وهموم المواطن، كما هو الوقت عينه عيني تكريم للرجال
الذين يحولون الواقع المدعق والمظلم إلى ضوء مبتهج بمغالبة الصعاب والانتصار، الذي يحول حياتنا إلى مناجم إبداع ومنابر إشعاع. يجدر بنا أن ننوه بأن حفل التكريم هذا ما هو إلا باكورة لحفلات أخرى نرغب فيها تكريم أشخاصا سطروا لنا معاني الأريحية وأضاءوا دروبنا الحالكة وكانوا نبراسا لنا وناقوسا للكرم والعطاء والتضحية. ختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر من لقاءات الخير والوفاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبندعي الجميع لتناول التضيفات. شرفتونا، أهلا وسهلا بحضوركم وأفضلتم علينا. إحنا وضعنا في المدخل كتاب لتخليد ذكرى هذا اللقاء، ذكرى هذا التكريم، لكل من يريد أن يوثق ويكتب لأبا سليم مدعو للكتابة. أهلا وسهلا بالجميع. Thank you.
سنة بحط الله عدا عدا احنا بمد بسليم تخلفنا يعني هي مثلا بمد مجيها لك بسخوت والله. اول اشي احنا من رفقة الخمس بباء احنا بمد نتشرف وانا نقوني قال عشان الاختيار انا بعرفوش انه انا ابن 19 انا تختير والله لتشيت بس انا بمد يعني هديلو علي مسماء ونختار لك هدية انا لقيت اليم اشي نعطيك الهدية اللي الشباب قرروا يدعوا اهل البلد فيها عشان تفضل Thank you.
الميديا كلها هي 24 ساعة. Thank you.